نرى اليوم هناك فرص عديدة لهذه العلاقة، لكن أيضا هذه الفرص تأتي بزيادة روابط التقارب بين البلدين إن كانت في الجوانب السياسية أو غيرها، ولكن أيضا أمامنا تحديات عدة في المنطقة، تحديات في العراق، في سوريا، في ليبيا، التحدي الإيراني، وهناك شبه انسجام بين البلدين في هذه الملفات. وأعتقد أن كل ما نمر في هذه التحديات أكثر تبرز أن هذه العلاقة حقيقة علاقة قوية.